السد نبهان يعتبر شيخ السدود في تونس. انطلقت الأشغال في 1962 وفات في 1965، وتم مد القنوات في 1967 تقريبا. ومن حسن حظ أو من سوء حظ السد اللي الفيضانات بتاع 69 فهمت هي اللي جت بعد الفترة ذي وخليت السد يتعبى. السد نبهان هو منظومة الأكثر تعقيد في تونس حسب رأيي. يزود في قرابة 4 ولايات اللي هي الخروان، سوسة، المستير، المهدية. تنتفع منه أراضي مناطق سقوية للري. تنتفع منه أيضا السناد اللي تأخذ منه. أنا فيه تعقيدات كبيرة. يتسع لقرابة أو أكثر من 58 مليون متر مكعب. فيه تويكة زوز ملين و300، معناها تعرف الفترة الأخرانية والسنوات الأخيرة سنوات جفاف مرت على السد خلاته يوصل لها الوضعية ذي. المجامع المائية اللي تنتفع من سد نبهان في السنوات الأخرى عانت الأمر راي من الشيء ذي، خاصة في ولاية الخروان اللي تنتفع منه 6 مجامع مائية، 3 في عين بومرة ومجمع فضلون وزوز في سيسم ودار الجمعية. معناها ولينا التجأنا ل مبدأ الحصص بين المجامع هذه اللي تقوم المندوبية بتقسيمها على المجامع، والمجامع بالطبيعة هي اللي تتحكم في الكمية هذه. قبل نتذكر في السنوات اللي كان فيها السد معبي كانت المجامع معناها تستغل وكانت تتوسع حتى خارج المناطق السقوية وتزرع، ومعناها بدون حسيب او رقيب كما يقولوا فيها. هذا الشيء اللي خلينا نوصلوا له الوضعيه هذه، لانه ما كانش فما استهلاك وما كانش فما ترشيد للاستغلال بتاع ماء السد، خاصه في السنوات اللي بعد الثوره. معناها ولينا نشوفوا في مساحات كبيره، والمساحات اللي تزرع خارج المناطق السقويه اكثر من اللي داخلها. قلت ما كانش فما حتى واحد كان يقرا حساب للوضع هذا، رغم انه في 2016 قرر غلق سد، لكن الحمد لله وقتها صارت تعبه بالموارد المائيه. اليوم يظهر لي وصلنا لحد ما صارش كيف قبل. اليوم وصلنا لحد الاغلاق، يعني هذه حاجه ربما ما صارتش في تاريخ السد. احنا كلنا متاسفين. شفت معناها الصباح في الروبورتاج معناها المزروعات والاشجار كيفاش كان كيفاش متاثره بقطع الماء. حقيقة شيء أسف. الحل نستنى وكان رحمة ربي إن شاء الله على قريب إن شاء الله، وتعود الحياة للسد وتعود الحياة للمناطق السقوية ذي اللي حقيقة تضرت وضرت من وراها الفلاحة وعائلات فهمتي قاعدة بدون موارد رزق. شفت وقت اللي شفت السد معناها حسيت أنك أنت تأسفت على الوضعية، كأنك أنت جزء منك السد. بالطبيعة جزء مني، لأن ورانا فلاحة والفلاحة ضم وراها بعائلات. وحتى احنا كمجامع مائية نخطيته مال مش شيء ذي. إذا كان السد ما يتواصل مداخيل المجامع تدهور، وحتى أجورنا ما نجموش ناخذوها، لأن هذاك موردنا وهذاك القوت بتاعنا كما يقولوا، وعائلات تسترزق من وراء السد ذي. السد هذا وطبعا كانت عندك ذكريات جميلة مع السد. بالطبيعة كيفاش اللي كانت؟ ذكريات جميلة فهمتي نتاع السنوات اللي كان فيها السد معبي، كنا معناها نستغلوا الماء بصورة طيبة فهمتي، وكانت الدولاب يدور والناس تخدم وما فماش حتى أي خوف بالمستقبل لأنه الماء متوفر. لكن من النقيض الى النقيض هكا تشوف وتكون في الحاله اللي فيها. توا ربما رساله من خلالك انت نجم نقولوا للناس، يمكن ينجم يجي نهار صغارنا ما يلقاوش ماء. منتظر جدا، لانه تونس من البلدان اللي تعاني من شح مائي كبير. وتعرف انت من البلدان المصنفه معناها تحت خط الفقر المائي، تعرف وصلنا ل 350 متر مكعب للفرد في العام، ومن المنتظر في 2030 انها تهبط ل 250، مع العلم انه الرقم العالمي هو في حدود ال 1000.
ينظر بالخطر في ظل الاستنزاف الكبير، في ظل الاستنزاف خاصة بالنسبة للموارد المائية الجوفية، معناها استنزاف كبير بالنسبة للفلاحة وكل شيء، معناها في مختلف مجالات الاستعمال تاع المياه. أنت زاد بصفتك مستشار بلدي في البلديات، ثم تخطيط للمستقبل، يعني تحسبا للتغيرات المناخية ذي وللمستقبل المشاكل الماء، أنتم كبلدي شنو تعملوا وشنو توصوا الجهات الرسمية اللي متدخلة في القطاع ذي؟ كبلدية ربما تدخلنا هو تدخل توعوي أكثر منه تدخل مباشر، تدخل نحاول نبلغ أصوات الناس، تعرف عنا لجنة الفلاحة في صلب المجلس البلدي تحاول تستمع المشاكل الفلاحين، تحاول ترافقهم، تحاول كذا، ونبلغ المسؤولين للسلطة المعنية اللي هي في يدها القرار وفي يدها المسؤولية واستشراف واقع الموارد المائية في المستقبل. اللي بصراحة ما حسيناش انه فما تخطيط على على المدى البعيد من السلطة المسؤولة على هذا القطاع، معناها حاسين اعطيني نحل ازمتي توا والمستقبل يجيبه ربي فيه.